رياض الهديلي ده مع اهلي طرابلس. خلينا نستعرض مشوار النادي الاهلي في دكتور فؤاد. زي ما احنا قدامنا الاهلي لعب انجس الاوفالي 3-0 والاهلي باهلي طرابلس 3-1، الاهلي والشرطه البتسواني 3-0، والاهلي والاسمنت الاثيوبي 3-0، وكان اخر مباراه دور الثمانيه امبارح الاهلي واساريا ليبي ايضا 3-0. النادي الاهلي خسر شوط واحد فقط بالظبط في البطوله الافريقيه زي قدامنا 3-0. اتفضل يا دكتور. طب نشوف بقى فريق السويحلي لعب، هتلاقيه برضو معاه 3-4 ب 12 بونت، والثلاثه بونت بتوع امبارح لعب 5 مباريات في الدور الاولاني ومعاه 2 بونت من امبارح.